السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده الكورسلو في البيت، سهل جدا وبيطلع حلو ان شاء الله يعجبكم. يلا نسمي بالله ونصلي على الحبيب. هنجيب كرنباية بيضة صغيرة او كابوتشا، جزرتين تلاتة، تمام. انا عندي البتاع اللي بتقطع دي بس متعبة وبتاخد وقت، فقطعتها على ايدي، بس بشرة الجزر حلوة قوي، تمام. هعمل نص الواحدة، نص الكرنباية بس او الكابوتشاية بس، نصها مش كلها، تمام. انا عاملة المايونيز، طبعا هتلاقوها عندي في الفيديوهات. هحط كوباية مايونيز ونص كوباية زبادي، معلقة عسل، لازم العسل بيديله كثافة كده وتقل حلو قوي، ومعلقة سكر، معلقة خل، تمام. ما عندكيش عسل معلش، نجيب بقى معلقتين سكر بدل المعلقة واحدة. هنقلب رشة ملح خفيفة، هنقلبهم مع بعض زي ما انت شايفة كده. نحط فيهم بقى الكابوتش او الكرنباية اللي احنا جبناها وبشرناها وقطعناها، هي والجزر، نحطهم ونقلب بقى في الصوص ده، تمام. عشان تاكليها حلو لازم تقعد في التلاجة شوية، مش اقل من ساعتين تلاتة لازم. انا سبتها باتت في التلاجة، تمام، حلوة قوي بصراحة، وفي ناس بتحبها كتير، وبدل ما بنبقى عايزينها من برا، لأ نعملها في البيت زي ما انت شايفة. عايزة فيها صوص كتير، حطي شوية لبن كمان، تمام، ربع كوباية لبن كده بتزود الصوص فيها، لكن احنا بنحبها كده ما فيهاش صوص اكتر من كده. نغطيها ونحطها في التلاجة. مستعجلة ساعة، مش اقل من ساعة، مش مستعجلة سيبيها براحتها في التلاجة. اتمنى الوصفة تعجبكو، اهي زي ما انتوا شايفين اهي طلعت من التلاجة بعد يوم، بتنزل صوص كمان من تحت حلوة، ان شاء الله تعجبكو. والسلام عليكم وبألف هنا.